هيلتون جرين بلازا اسكندرية هيشارك معانا في احتفالية مؤسسة احنا الخير. اهلا بيك الفنان الجميل شيرين. اهلا بيك. منور. اهلا بيك. الحمد لله. طبعا كل الاطفال مستنيينك. قول لنا هتعمل ايه النهارده؟ والله دي حاجة جميلة قوي. انا فرحانة قوي ان تاني مرة اجي لمؤسسة احنا الخير. يعني انا عايز كل يوم، مش كل زي ما ثلاث اربع اشهر. ايه الاختلاف اللي انت حاسس بيه النهارده؟ عشان العدد كتير قوي، 600، ويا رب يبقوا 5000 يا رب.